نقول ذلك على لسانه وهو يواجه هذه المرأة التي خطف ابنها ذا 23 ربيعا بشرايا آلة قتله. ان شاء الله يوم ما يسجل لك جيبوا الحج جيب الحج ما حبيت من الله يا قايل انا جبت يا قايل يا ريت بيتي انا اطيق بيتي يا قايل يا ريت ايمن عيوني يا ريت يا ريت انت وليدي ريت خليت نروح الى اي محل يا ريت ما حبيت من الله لك هذا الله لك ما عندك فرق لك حبيت حصر قلبي حبيبي لك حصر قلبي والله لك حصر عمرك 23 سنة ولك شايب صغير ولك ما يخاف من الجبل يخاف من برج المخيل جاسم ونوري تشعشع.